بنعمل ايضا مع البحث العلمي زي ما قلنا كده في بحثين مهمين جدا للمواقع المنعزله. بنعمل محطات تحليه من البحر بطاقه 4 متر مكعب في اليوم و22 متر مكعب في اليوم بالطاقه الشمسيه، وايضا الهاي بريشر بامب مع زي برضو انا بكرر مع البحث العلمي، لان احنا ما يعني ما بنشتغلش لوحدنا في هذا المجال. وبنعمل برضو على تصنيع الممبرينز، كل ده عشان نقلل التكلفة عشان نزود او نواجه التحدي بشكل جيد. واخيرا يعني كلفنا بتكليف رئاسي برئاسة لجنة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات التحلية والمعالجة، ومعانا كل الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص المصري. وبنحاول، لان زي ما قلت كده احنا التحدي كبير، عندنا مياه بحار موجودة بس المشكلة في التكلفة. كل ما هنتقدم في التكنولوجي وكل ما هنشتغل في عمل جماعي هنوصل الى تكنولوجيا متقدمة بطاقة اقل بتكلفة اقل، بحيث نقدر نوسع في الطاقة المياه المضافة في مصر من البحار اللي احنا بنشرف عليها.